الاخوان الاغلبيه فينا شاف هذيك الفضيحه اللي كدوز في التلفازه في رمضان، ولكن بالضبط هذا العام كانت القضيه شويه مختلفه بما انها كتمس بكرامه الاستاذ اللي داروا عليه سلسله اللي كت او يلا تشكرك بيا الله تدير كما كيديروا في الافلام. واش كيديروا في الافلام؟ هزني و الى هزيتك راه ما غيبقى ليا جهد. يلا طلع طلع حميد الله. هاد اللقطات الاخوان كانت كافيه باش تخلي الكاتب العام الوطني ممثل الجامعه الوطنيه للتعليم انه يتدخل فورا ويحط لنا واحد البيان ديال السنكار واحتجاج الهاكا اللي مكلفه بالضبط وتقنيه قطاع السمعي البصري، وقالوا لهم بما ان الشعب المغربي هو اللي كيخلص هاد المسلسلات من جيوبه فراه ملزم على هاد الاعلام العمومي انه يأطر وينور المجتمع ماشي باش يغرقنا في التفاهه وادلال رجال التعليم، وطالبوا منهم باش يوقفوا هاد السلسله. اه ويلا كنت كدوي على راسك غنكون انا هو الحمار. وانا راه قلت حمار ماشي حمار، اما انت اللي بغيت نعيرك راه غنجيك نيشان غنشق لك الراس. الجامعه الوطنيه للتعليم قالت كلام خطير بزاف، وقالت على ان مسؤوليه ازمه التعليم في المغرب سبب هذيك التوصيات اللي جايه من عدد ديك المؤسسات الدوليه اللي كتعطي قروض للمغرب بحال صندوق النقد الدولي او البنك الدولي. فالسؤال اللي كيتطرح هنا واش هذا كان استهداف بهذه السلسله للرجال ونساء التعليم، ولا هذه مساله عاديه جات في اطار الترفيه مع ازمه التعليم اللي كانت عندنا مازال بعد هذه الازمه ولا سالات ما علينا. المهم باش نفهموا اكثر قلت اجي نمشي للتعاليق باش نشوفوا بعض افراد الشعب المغربي شنو تيقول في هذه المساله، واش عجبهم هذه السلسله او لا. عندنا فاتين كتقول شكون في حالي صايم في الغربه وتيدخل يتفرج في هذا الشيء باش يحس باجواء المغرب. هادو ماشي اجواء المغرب اختي، هذا برنامج بحالو بحال البرامج اللي كانوا كيدوزوا قبل منه اللي تيشدوا لينا دوك الناس الباديه اللي تيحاولوا يصوروهم لينا في هذا الشكل اللي فيه واحد الاهانه صراحه، بحالها بحال الكوميديا اللي كنا كنشوفوها عند عبد الرؤوف او عبد الجبار الوزير الله يرحمهم ودا سكين اللي كيعتمدوا لينا على دوك الحركات ديال داك العروبي اللي كيجي اول مره للمدينه وطوروها مع المده باش يحطوا لينا ناس الباديه في داك القالب ديال الانسان الغبي اللي ما فاهمش واللي كيسحب ليه مثلا بان التليكوموند هي الهاتف. فحريه التعبير مزيان انها خصها تكون، ولكن ما خصناش نتجاوزوا دوك الخطوط الحمراء اللي كتوصلنا للتمييز او للعنصريه بحال مثلا الهاكم اللي كانت عطات انذار التلفزه المغربيه بسبب البرنامج ديال ستاندر اللي كان دوز لنا واحد المتسابق مسمي راسو بكحلوش، وهذه اللي كانوا اعتبروها بزاف ديال الصحف على انها اهانه او عنصريه ضد الافارقه. فلا رجعنا بغينا نفهموا شنو هي الكوميديا في المغرب، فباختصار غادي نلقاو واحد الانتقاله من فن الحلقه اللي كان في الشارع للتلفزه والسينما، غير الفرق اللي كاين هو انه ولاو عندنا واحد المسارح ومدارس خاصه لهذا الفن اللي كتبنى وكتخلص من فلوس الشعب المغربي اللي كيتسنى منا على الاقل شي محتوى انه يكون مقبول. فمثلا في مسلسل ديال جوجوجو جابوا لنا الممثل طارق البخاري على اساس باش يبان في واحد المشهد على انه كيسعى، ولكن قرروا انهم يدخلوا عليه واحد شويه ديال الكوميديا، وبالغلط ولا ما نعرف سوء التقدير طلعوا لنا بهذا المشهد اللي كيكون صراحه في الحلقه في الشارع. واحد الربع عطاو 100 100، جوج عطاو 1000 فرانك 1000 فرانك، ولا واحد كريم ومرضي الوالدين ويعطيها مجموعه الله يجمع لك شملك على من على الظهر وما ركبتيش شعر وما تفتي كرش وما تخبطي هاد السلسلة الاخوان الهدف منها هو نقاش واحد الظاهرة مهمة اللي ولات عندنا بزاف في المغرب اللي هي السعاية او التسول، والمخرج ديال المسلسل بين لنا على ان موراها واحد العصابات اللي كيتاجروا فيها وكيستغلوا الاطفال والردة باش كيتحايلوا على الناس، ولكن بعض المرات شفنا المخرج كيختار شي زوايا وشي كادرات ديال التصوير اللي شنو زعما بغيتي توصل لنا. وحنا تنمونطيو لكم في هذا الفيديو حتى كنتفاجئوا باللي الدخلة اللي دارت في مسلسل جوجوجو دخلة ناقلينها من مسلسل في نتفليكس او صدفة الله اعلم. اجي دابا نتفليكس يكون في اخبار هادشي. المهم اسيدي مشيت قلبت في الاخبار على قبل ما يتحط هذا المسلسل لقيتو داير لنا حاله واحد الروينه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف كون انه كيروج للشذوذ الجندي. عاد هو يخرج لنا المخرج ديالو مراد الخوضي وقال بلي هو تربى على القيم الاسلاميه وهادشي ما كاينش في المسلسل. المهم انا تفرجت في واحد 10 دقائق منه وللاسف لقيت بزاف ديال الاخطاء اللي كان ما خصهاش تكون، وبينات ضعف الاخراج كيف العاده وبينات لنا داك المفهوم ديال كور ودوز وعطي البنادم. نتغدى دير نص في فرماجه وبيضه نص في خبزه. عادي الانسان انه كيقدر يغلط، ولكن باش يسمع مول الصوت ويشوف المصور ويسمع المخرج وهي تعرف راسها غلطات، علاش هاد اللقطه غدوز؟ المخرج يقول كوبي ونعاودوا اللقطه، علاش انا كمتفرج اللي غادي نتحمل هاد التلوث السمعي البصري؟ وداك الشيء علاش فيتينا الكوره غير بالخدمه المتقونه، يقدر يجلس معاك 6 سوايع وتيعاود غير في لقطه واحده، المهم خاصها تخرج مضبوطه، بحال مثلا مسلسل الشيخه اللي كان داز قام بمليار و100 مليون، وكانوا فيه اخطاء ديال المبتدئين في التصوير، فعلاش زعما مالنا ما نستاهلوش واحد الفيلم كامل مكمول يكون في المستوى من الناحية التقنية والكتابة وحتى التمثيل. اللهم مشيتي برم تنقول لبنادم راه كتخون ليا بنتي. ابلاتي الله يرحم الوالدين، واقيلا الاخوان داكشي اللي سمعنا بصح، الممثل طارق البخاري حيد سنانه، هادشي في شكال الاخوان وهادشي اللي كنسميوه بالتضحية في سبيل الفن،
اجيب بعدا هادشي فيه شي فلوس ولا والو. ما علينا سيدي، المهم سيدي في المسلسلات والبرامج بصفه عامه في رمضان كنشوفوا واحد الظاهره اللي غريبه بزاف. دوك الممثلين المزيانين اللي كيستحقوا انهم يكونوا في التلفازه ما تيعيطوش عليهم، ولاو شادين غير دوك المغنيات وصحابات الانستغرام، وما تدوز ليا حتى شي وحده رمضان هذا وداكشي عندهم مرول. دابا سؤالي غيكون لدوك المنتجين والمخرجين، شفتكم بحال وليتو كتامنوا بان المسلسلات والافلام ماشي ديك القيمه والرسائل الفنيه هي اللي كتطلع، وليتو كتامنوا بشي حوايج اخرين؟ والله ما بقينا فاهمينكم. واش كيسحب ليكم زعما جبتوا واحد الوحده عندها مليون في الانستغرام، واش زعما ضمنتوا ان داك المليون متتبع ديالها صافي غيجي يتفرج عندكم في الفيلم؟ اولا وليتوا طامعين في واحد ستوري ديالها ولا اشهار منها باش تزيد تطلع عليكم الفيلم. الافلام المغربيه بزالت بكثره ان هذوك الممثلات اللي جايين من الانستغرام اللي الوجه ديالهم اللي في لاكارت ماشي هو الوجه ديالهم اللي كيمثلوا به، شي منفوخ شي مشفور، وكل شيء ولا مركب دوك السنان اللي تيبانوا بحال الميكا، واش داك اللبس وداك العكر حمار؟ وتعصبت الاخوان، دوز لي اخويا انس ما كنتفرج فيه. انت ملي كيدلعوك شنو كيقولوا لك؟ ما كندلعش انايا. كيقولوا لك زين كيقولوا لك حموده. بلاتي اخويا نتفاهموا على واحد الحاجه مهمه. دابا دخلنا عليكم بالله الاخوه، واش دابا هذه سميتها كاميرا خفيه اللي داير لنا هذا العشابي؟ دابا انا بغيت غير نعرف واش دابا هذا وجه ديال بنادم اللي غيكون جالس حداك وغتقول عليه هذا وجه حقيقي؟ دابا واش هادو دايرين للدوديه كاميرا خفيه، ولا هما والدوديه دايرين لنا حنا كاميرا خفيه ومحنين راسهم وهازين البرنامج من المغرب وغاديين به حتى للقاهره في مصر زعما باش نتيقوهم ولا ما نعرف؟ دابا القضيه ديال الكاميرا خفيه كل عام كتجرى شي حاجه لدرجه انا والله ما فاهم البلان ديالها. دوز لنا اخويا شي واحد يكون مدوزه عارفه مزيان يشرح لينا كيفاش. العالم كله كدار كاميرا خفيه معروفه، حيت ما تجيبيش تي شاروخان وغتقول لي غادي نديروا فيك واحد المهرجان راه عنده 700,000 مناجر، غيقول لي ما كاين والو. اه الله ينورك اسيدي، اذا فهمنا هنا بانهم كيتفقوا مع ذاك الممثل قبل ما يديروا ليه كاميرا خفيه. ما بقيتش درتها وكيتصيفط ليا وقايله في شي جوابات كاع وباثمينه زعما ماشي تقول لك. هادشي الاخوان كنسميوه شجاعه من سي عزيز داداس، الله ينورك اسيدي. ولكن حنا دابا اللي بغينا نعرفوا هو علاش مثلا هاد الكاميرا خفيه ديما كتكون مفبركه، علاش ما يديروش لينا داك الشيء اصلي وحقيقي؟ الا درنا كاميرا وما علمتكش راه تقول لي كاميرا خفيه وسير في حالك صيفط ندعيك. ايوا دابا هنا بدينا كنفهموا الاخوان، اذا الا درتي كاميرا خفيه لشي ممثل خصك تخسر عليها واحد الميزانيه كبيره، تجهيز نقل ديال المعدات وبزاف ديال المصاريف، وفي الاخر داك الممثل غادي يقدر يرفض لك ان ديك الحلقه تدوز وغيزق البرنامج هو اللي خاسر. فشنو غادي نديرو شنو غادي نديرو؟ اجي نمشيو عنده نعلموه مسبقا ونعطيوه الفلوس في يدي باش على الاقل هكا نكونوا ضمننا بان الحلقه غادي نديعوها ونشروها، وغيكون ثاني معنا كونطرا وما عندوش الحق انه يرفض، وهو مخلص والمنتج ضامن راسه انه مدوز حلقه. ايوا المشاهد المغربي كيبقى هو الضحيه وهو اللي كيوليو مديرين لي كاميرا خفيه، حيت الكاميرا خفيه راه ماشي مفروض نطيح من الطياره نموت باش انت تثق ان راه كاميرا فريمون مخزونه خفيه مخزونه، ولكن الاحداث في العالم كامل راه كتقال راه كتقال لهم، حيت راه ما يمكنش انا نجي وتضحك عليا في الاخر تقول لي كاميرا خفيه نقول لك وي صافي. لا 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 دابا باقي عندك شي ما تضيف ولا نسدو هذا المحضر ديال الكاميرا خفيه؟ وانا اش قلت هذا العام سقط الخبر انه ما غيدوش هذا السيت كوم وهذا، خلينا نديرو شي حاجه غير دخل شوفوك الناس. ايوا يا المتتبعين، انتم عارفين بان برنامج مشيتي فيها اللي كانوا دايرين لنا واحد الكاميرا خفيه ومعذبيننا بها في التلفازه واحد القرون هذه، فالناس ديال البرنامج قال لك اسيدي بما انه حنا طلعنا للشعب المغربي في راسه ناضوا اسيدي، قال لك اجي نقلبوا هذا الشيء كامل من برنامج ديال كاميرا خفيه غردوه البرنامج ديال المسابقات، واخا راهم خلاو لنا نفس المخرج. المهم اسيدي جابوا لنا بزاف ديال الفنانين، واخا صراحه ما واش البنج فنان وفاتي جمالي حتى هي فنانه. المهم اسيدي قال لك اللي ربح غادي نعطيه 50 مليون، ولا عندك تكون هذه الهضره هي قوال انا مبقيتش نتيقى الاخوان يبدلوا لنا داك المخرج. المهم اسيدي قال لك غيجيبوا لنا رشيد رفيق هو اللي غادي ينشط لنا الجو في هذا البرنامج، وكانت من بين المدن اللي بداو بها هي ورزازات. اجي بعدا شفت ورزازات نايض فاش يروينا الاخوان اش واقع تما؟ هاد السجن جا في الطرت الخالي في ورزازات ما تيجيش التفتيش، الخبز اللي تيجي ما يتكالش، باريزيان تيجي خضر، الماكله المضاربه عليها، النظافه اخر واحد يتكلم عليها، كل الناس تخرج للكور تتفليحه شكل القمل، القمل بحال العدس، القمل عايش معانا، كنت تلبس الشورت والقمل طالع لنا. هاد السجن قاسي بزاف، في التعذيب في الجوع. هذا الاخوان واحد السجين سابق في واحد السجن في ورزازات، السيد كيتكلم على شي انواع ديال التعذيب وقال لك مخلينهم بالجوع وشي روينه كحله، واللي خطير فوق من هذا الشيء هو قال لك بعض الموظفين هما اللي دايرين هذا الشيء. الحانوت البواطات تيتقونوا تيمشيو لعند الشافات تيخونوا المساجين، قانون الغاب في الطياب ما كاينش، سياسه الجوع والقمع واللي هضر المينور والكاشو من طرف هذا الموظف اللي سميتو الحسين، والخطير في الامر بان هذا الحسين هرس السجين هرس لي سنانو بالسيرو طاي ماكس في الغرفه جوج، وابراهيم هرس للسجين، ولد رياض الولفه راه تينعس في الغرفه ثلاثه حتى هو هرس لي سنانو بالساروت، اخر ما يعلم هو المدير تيضمسو كارطه، اخر ما يعلم هو المدير. هذا الرجل الاخوان اللي غنسميه بطل اللي قرر انه يخرج بواحد الوجه مكشوف وعطاهم التفاصيل بالارقام وبالاسماء، باختصار عطاهم تقرير مفصل اللي خلى المندوبيه ديال السجون ناضت وقالت اش هاد الشيء واقع، وفي البلاصه شكلت واحد اللجنه مركزيه من المفتشيه العامه، والصدمه الكبيره اللي كانت فعلا لقاو بزاف ديال التجاوزات الغير قانونيه
قانونية كيديروا بعض الموظفين اللي تما. عيطات ليهم تعال انت وحقات معهم وعرفت شنو واقع وحالتهم مباشرة للمجلس التأديبي ودارت اشعار للنيابة العامة. ولكن تاني للأمانة كيبقى كيف قالت المندوبية العامة ان بعض الاكراهات اللي لقاو تما السبب ديالها هو الاكتضاض اللي قالت لك على ان السجن دابا في الضعف ديال الطاقة الاستيعابية ديالو. وغادي نعاود نقول شكرا لهذا الراجل اللي بلغ المندوبية على هاد التجاوزات وخلاها تفيق وتمشي وتحقق مع هاد الموظفين وتعرف اشنو واقع تما. دري ولد وزان خرج وشاشكا قال لي راه واحد راه بغى راتي نوض ليا بالليل تتحرش بيا وهادي وهادي وانا كنت نعس في الارض تنشوف هاد الشيء. شدوا الدري حولوه شت عمليه التحرش بعيني انا نعمى فيهم تتحرش بيه تقرب ليه. المهم صافي فهمنا لا داعي لذكر التفاصيل. فعلى حساب الاقوال ديال هاد السيد فهاد الشيء اللي كانت تما راه خطير بزاف فولينا خايفين غير شي نهار لنوليو نشوفوا داك الشيء اللي كنا كنشوفوا في الافلام العالميه وقعدنا في حولوا هاد الدري داو الشومبر 10 وخلاو اللي باغي زيادة على الثالث الخطير في الأمر هو واحد المسجون ولد محمدية سميتو أمين شاد جنسي خصو إيزولي ناس إيزولي جابوه خشوا الشومبر عندنا وناض بحال الهلال اللي كل شي باغي يغسل. المهم شكرا للمندوبية ديال السجون اللي دارت خدمتها وقدمت هاد الناس هادو باش يتخاذوا في حقهم الإجراءات اللازمة حيت واخا السجين ممنوع من الحرية خارج السجن إلا أنه راه كتبقى عنده حقوق كونه إنسان وكندافعوا على السجين كون أن بزاف ديال السجناء اللي كاينين تما داخلين بشي أسباب اللي بعض المرات كتكون خارجة على الإرادة ديالهم بحال الناس ديال النفقة اللي ما كتكونش عندها الفلوس أولا ديك الفئة ديال 18 19 عام تكتلقى راسها في الحبس بسبب أنها ما كتكونش عارفة فراسة شنو كدير اولا كانت في المكان والزمن الغير مناسبين. شو دابا تتهلاي ديك كنا في البرامج ديال رمضان تزقنا في السجن ديال الورزازات اجي بعدا فراسك شنو واقع بين دنيا بوطازوس وبين الفد انا يدار وين الاخوان كاين غير الكلاشات من التحت. المهم القضيه بدات بتصريح اللي دار حسن الفد اللي قال فيه بان دنيا بوطازوس ماشي هي اللي نجحت السلسله ديال الكوبل الفد اللي كيرجع للطاقم كامل وللامانه هادشي كاين فراه التمثيل بحال بحال الغنى المغني مثلا ما يقدرش انه ينجح بلا فرقه ديالو. المهم اسيدي كيف كنقولوا دنيا بوطازوس تقرصت وناضت لينا في واحد ستوري في الانستغرام وكتبت هادشي النجاح يحكم يا عزيزي مقهور وغدا القاك في عقر داري مقهور مقهور. انا شخصيا تنامن بواحد الفكره الاخوان ان الناس اللي صنعاتك اولا مدت لك يد المساعده ما خصكش في الاخير تنسى الخير ديالها حيت في الاصل ان دنيا بوطازوت ماشي بدات مع حسن الفد من الكوبل. فمثلا انا عرفت دنيا بوطازوت تقريبا في 2009 2010 ما اللي كانوا دايرين البرنامج ديال الفد تي في والشانيلي تي في وكانال ترونسيس كانت دنيا بوطازوت وطريق البخاري كانوا خدامين مع حسن الفد ولا بحال تقول عنده في شي مدرسه كيتعلموا عنده. السلام عليكم الاله اشنو الاسم ديالك؟ سعيده اخويا. الاخت سعيده سعيده اخويا شبان ليك اسمحي لي الاخت سعيده مزوجه ويلي اخويا شبان لك. المهم سيدي بالرغم من ان دنيا بوطازوت ما سماتش لينا حسن الفد فراه كتبت لينا هذا الكلام بحال مثلا انا الوحيده اللي قلت لا لجبروتك فانا اسير وانت تعوي ورائي معنى بغات تقول لي بان القافله تسير والكلاب تنبح. ولا رجعنا مثلا كنسولوا على الاجر ديال دنيا بوطازوت في مسلسل المكتوب فمثلا على حساب جريده العمق قالت لك خدات فيه 140 مليون بينما الجريده 24 قالت لك خدات غير 19 مليون. شوف اخويا الله يرحم باك انا كيفوتوا عليا الالوفات وكندخل الملايين كندوخ دوز لنا هي تقول لنا شحال باقي ما وصلناش لهادشي وهضرنا فيه على ربي يحنوا علينا يقننوا لينا الاجور ونوليو نتخلصوا مزيان. والله العظيم الا بغيتي تسولوا وصافي الناس الاخوان كتحصد في ملايين صحيحه وملي كتجي كتسولها كتقول لك واه ما تنتخلصوش مزيان بغيناهم يقادوا لينا ويقننوا لينا وما نعرف اش يديروا. المهم اسيدي بالرغم من ان هذا العام مثلات يمكن في شي 3 ولا 4 ديال السلسلات وشدت لينا التلفازه المغربيه ودوزام وكلشي وكتخلص في ادوار ديال البطوله. المهم انا ما متفقش معاه في ديك الكلمه ديال المقهور مقهور اللي قال حيت مثلا على حسب التصريح اللي كان دار حسن الفد وقال لنا فيه الاجر ديالو شحال فراه في العام هو الا خدم غير سلسله وحده راه واخا دنيا بوطازوت تخدم ثلاثه ولا اربعه ديال المسلسلات وما غدخلش هذوك الفلوس. 100 مليون على كبر الحبيب هي 200 مليون كثيره كثيره بزاف بزاف. دابا خديتي 200 مليون على في ميكاك احلى. ما تنظنش الاخوان ان دنيا بوطازوت شي نهار غادا توصل في عمل واحد لهذا الرقم او لهذا الاجر اللي كيشدو حسن الفد. اجي بعداد 200 مليون الاخوان ماشي بزاف حنا خصنا مدارس وسبيطارات في البلاد. حتى كنتفاجئوا بان حسن الفد حتى هو جاوبها في واحد ستوري وقال لها انا جاوبتك بمهنيه وصافي وانتي خصك تنضجي وديك الطقوس ديال المعاطيه وتبادويت انا ما غاديش ندخل معاك فيهم حيت انا صايم. وبوطازوت ثانويه تقرص ملي سمعت كلمه البدويه ونهضت عاوتاني دارت واحد ستوري وكتبت لي بدويه وافتخر السلم ديني.
المهم بخصوص الهدف الحقيقي من هذه الحلقه، فكان على مساله نظريه الاستعلاء والتحقير اللي كتعتبر من اقدم النظريات ديال الكوميديا، اللي تكلم عليها الفيلسوف افلاطون وارسطو، اللي تنظن انه ربما تخدم بها هذه السلسله ديال اولاد يزا، اللي من خلالها كتشد واحد الفئه معينه وكتبدا كتعطيها ولا كتبدا كتضحك عليها. فمثلا في النكته المغربيه الاخوان علمونا بان الشلح ديما كيكون سقرام، او العروبي باليد، او المراكشي كيكون قوالبي، او الفاسي كيكون بعكاك وعندو الفلوس وما تيعرفش شنو يدير بهم. ودابا للاسف كيحاولوا يبينوا لنا او لا يوصلوا لنا بان الاستاذ او المعلم شويه هبيل والاجره ديالو ما كتعيشوش في المغرب، ما كرهش يهاجر برا. والخطير من هادشي هو انه خلو الناس تضحك على هادشي وتولي تحس بيه انت على انه مساله عاديه، في حين ان الشعب المغربي حاليا محتاج على ان هاد المسلسلات او السلسلات يعالجوا مواضيع اكثر جراه اللي غتنور وتاثر او لتوعي الشعب المغربي او للدافع على الحقوق ديالو. بحال مثلا كيف ما دار الكوميدي باسو اللي لخص لنا واقع الاداره والصفقات اللي كتجرى في دوك المجالس البلديه والشفاره اللي كلاو المال العام، وبالاخص قضية باك صاحبي. سعادة الرئيس ومبروك عليك الاستحقاقات اسيدي، ومبروك لبنتك المحاماه الله يكمل عليها، ومبروك لولدك قالوا لي حتى هو ربح المارشي ديال الزفت، ومبروك لمراتك قالوا لي نفخات القنوفات ديالها من فلوس الانعاش. مزيان امرا سيدي، بنتك الكبيره بغيتي تدخلها معك في الاستحقاقات الجايه، يا مرحبا طلبتي غير البوجود، مالها شنو خاصها؟ ماستر نجيبوا ليها ماستر. مزيان بغيتيها انت تشد 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 البلديه وانت الجماعه، علاش اللي ما تخليهمش ليها بزوج وشد انت الاكسجين؟ اللي قالوا بس والاخوان في هذا البرنامج كيعالج لنا واحد الحاجه مهمه، واحد الظاهره اللي كنعرفوها بالكرسي، اللي ملي كيشدوا شي رئيس ديال جماعه اولا برلماني اولا مسؤول كيبدا كيفصل كيف ما بغى في الصفقات وتعطيهم لعائلته، اولا كيشد هذيك العائله ديالو كيعطيها واحد المناصب اللي قريبه ليه. فغير دابا مثلا كمثال الاخوان في البرلمان حاليا ولينا كنسمعوا اسماء عائلات، شي نهار غادي تولي كتلقى جناح عائله كذا اولا جناح عائله كذا. فمثلا هاد القضايا ما يقدروش يناقشوها لنا في المسلسلات اولا في السلسلات، اولا هادو صعاب عليكم، اولا الا درتوها ما غيبقاوش يعطيوكم الدعم، اولا حقوق النشر لهاد الاعمال وانتم ما فهمتوها باش منفوخه ودرتوا الخاطر واستهدفتوا دوك المواضيع اولا دوك الفئات اللي كتبان لكم حيط قصير. فتاكدوا تكونوا مشتركين في القناه، تعليق ديالكم تحت، واحد جاي فيديو نشوفكم فيديو الجاي تهلاو وتفرج معاك في هاد الفيديو غيفيدك بزاف.